وزارة التربية والتعليم أعلنت عن عدد من القرارات المتعلقة بمرحلة الثانوية العامة. من أبرز هذه القرارات أن الطلاب سوف يؤدون امتحان واحد فقط نهاية العام الدراسي، وكمان مش هيكون في تحسين أو أكتر من فرصة امتحانية ما عدا اختبارات فقط الدور الأول والدور الثاني. ده بجانب كمان أنه معيار دخول الجامعة هو المجموع اللي هيحصل عليه الطالب نهاية فترة دراسته بالصف الثالث الثانوي العام ثالثة ثانوي. نتعرف على تفاصيل أكتر عن كل هذه المعلومات معنا على الهاتف الكاتب الصحفي أيمن صقر، مسؤول ملف التعليم بوكالة أنباء الشرق الأوسط. صباح الخير على حضرتك يا فندم، وأهلا بيك معنا. صباح الخير يا مصر. صباح الخير جمانة، وصباح الخير محمد، وصباح الخير يا مصر. اهلا بحضرتك. خلينا نعرف من حضرتك كده، يعني تفهمنا بالراحه كل هذه القرارات معناها ايه اللي تم طبعا اصدارها من قبل وزاره التربيه والتعليم. هو طبعا هذه القرارات يعني ليست بالجديده، بمعنى تحدثنا الجديد كان في هيكله الثانويه العامه. هذا العام تم هيكله الثانويه العامه. طلاب الثانويه العامه الذين سيؤدون امتحان الشهاده الثانويه العامه هذا العام سيمتحنون في خمس مواد في الشعبتين العلميه والادبيه. بيختلف مثلا الشعب الادبيه عربي انجليزي تاريخ جغرافيا، وضم لهم هذا العام الاحصاء. وفي الشعب العلميه لو قلنا علوم في الاحياء دخل فيها الجيولوجيا، انضمت الى الاحياء حوالي 25 صفحه من الجيولوجيا هيتم الامتحان. ده بالنسبه دي الهيكله العاديه الاساسيه للثانويه العامه. نظام امتحانات الثانويه العامه هذا العام ليس هناك اي تغيير عن النظام العام الماضي. بمعنى ان امتحان سيكون نظام بابل شيت، والاسئله اسئله من اختيار متعدد واسئله المقاليه. بالاضافه الى طبعا كما نعلم ان هناك مواد تم بقت مواد غير مضافه زي اللغه الفرنسيه وزي الفلسفه ومواد اخرى. فالمجموع نزل من 410 الى 320 درجه. بالنسبه لموضوع التحسين، موضوع تحسين الثانويه العامه تم طرحه في اكثر من حوار. ولكن كما نعلم يعني للجميع كما يعلم ان موضوع التحسين عندما نقول ان هناك تحسين في للطلاب الثانويه العامه هذا معناه تغيير القانون. الثانويه العامه هو قانون، وليس هناك اي حديث او كلام الان عن تعديلات فيما يتعلق بالثانويه العامه، لان سيكون هناك حوار مجتمعي كبير جدا سيضم جميع الخبراء التعليم بالاضافه اساتذه الاكاديميين في كليه التربيه، وايضا سيكون هناك اعلاميين ومشاركين في هذا الحوار الاجتماعي اولياء امور. للوصول الى نظام جديد للثانويه العامه هذا لم يتم الاعلان عنه حتى الان. يعني التحسين ما فيش تحسين، زي ما حضرتك قلت فرصه امتحانيه واحده ما فيش اعاده. طب لو سالنا حضرتك استاذ ايمن الامتحانات هتكون بقى ازاي؟ ازاي هيكون في امتحان واحد، تقسيم كمان المنهج والاسئله ما بين الترم الاول والثاني في ورقه واحده، وانعكاس ده كمان على المنظومه التعليميه؟ يعني انا اهم حاجه القرارات دي تكون في مصلحة الطالب وإنها تيسر لي الامتحان بشكل جيد. هو بالفعل يعني لو تحدثنا هذا العام في العام الدراسي 24-25 هناك تغييرات كبيرة جدا في المنظومة التعليمية شملت كل الثانوات، سواء ثانوات النقل أو الإعدادية، الشهادتين الإعدادية والثانوية. بالنسبة للثانوية العامة تقليل عدد المواد إلى خمس مواد ده يعتبر فرصة كبيرة للطالب للمذاكرة وفهم المواد. هناك كما نعلم الثانوية العامة على مدار السنوات الماضية هو سنة كاملة واحدة، ليس هناك امتحان ترم. الامتحان بيكون آخر العام، بيكون في شهر يونيو. كان السنوات الماضية الامتحان بيستغرق من 40 ل 45 يوم لكثرة عدد المواد، كان هناك أكثر من 13 مادة. هذا العام نتحدث عن خمس مواد وثلاث مواد غير مضافة للمجموع. نحن نتحدث تقليل أيام الامتحانات، كل دي ميزة للطالب. نحن نتحدث من 25 ل 30 يوم امتحان للطلبة. الوزارة هذا العام كان شعارها العودة الطلاب للمدارس. الوزارة فتحت المدارس لطلاب الثانوية العامة، هناك سد العجز للمعلمين في جميع المدارس الجمهوريه،
الاداره تقليل الكثافات في جميع مدارس الجمهوريه، كل هذه الاشياء التي حدثت هذا العام لم تكن موجوده السنوات الماضيه. بالفعل التعليم موجود، هناك تطور كبير في المنظومه هذا العام من خلال الخطه التي وضعتها الوزاره ومن خلال اليه التنفيذ. نحن نتحدث عن خطط على مدار سنوات، ولكن ما هي اليه التنفيذ؟ هذا العام تم تنفيذ هذه الخطه، وهو كان هناك آلية على أعلى مستوى، وأعتقد ما شاهدناه خلال يومين في زيارة دولة رئيس الوزراء للأقصر في إحدى المدارس، وشاهد بعينه ما طلاب المدارس تقريب الكثافات، الحضور، وجود المعلمين في جامعات خاصة، أعتقد هذا بداية مبشرة لمنظومة جميلة، وإن شاء الله بإذن الله على نهاية العام مع امتحانات الثانوية العامة هتكون اتضحت الأمور كثيرة. ولكن عشان أأكد أن نظام امتحانات الثانوية العامة هذا العام ليس هناك تغيير عن العام الماضي، سواء من ناحية الأسئلة، عدد الأسئلة، صياغة الأسئلة، الحصول على الأسئلة، ولكن الجديد هذا العام سيتم إن شاء الله كما نفذت الوزارة وقضت على التحديات الأربعة، لن يكون هناك أي محاولات للغش خلال الثانوية العامة، وأعتقد هذا العام هيكون هناك نظام جديد لمكافحة هذه الظاهرة الغريبة الداخلة على المجتمع المصري. ازاي يا فندم؟ يعني واحنا بنتكلم على هذه القرارات وقافة او مشكلة الدروس الخصوصية الحقيقة اللي موجودة يعني بقالها فترة في مجتمعنا، لأي مدى القرارات دي ممكن تقضي على الدروس الخصوصية؟ نحن نتحدث عن ثقافة مجتمع وثقافة اولياء امور، ولي الامر يتمنى لابنه ان يكون الاول في كل مرحلة، ولكن ما تم هذا العام سواء خلال التقييمات والواجبات والاختبارات الأسبوعية والشهرية داخل المدارس، نحن نتحدث عن 4 أسابيع حتى الآن من بداية العام الدراسي، كل هذا ساهم بتخفيض نسبة الدروس الخصوصية من 30 إلى 40%، وهذه نسبة كبيرة جدا جدا مقارنة بالعام الماضية. وجود المعلم داخل الفصل طول اليوم الدراسي، كان سابقا كان اليوم الدراسي ينتهي الساعة 10 ظهرا والثانية 10 ظهرا ونصف، الآن يصل اليوم الدراسي إلى الساعة 3 عصرا. صحيح. طبعا اليوم طويل جدا. جميل. تدريس، هناك عدد طول مدة الحصة الدراسية، توزيع المنهج. صحيح. على عدد أسابيع الدراسة التي زادت هذا العام من 28 ل 33 اسبوع. كل هذا ما حدث خلال هذا العام طبعا ساهم كثير في القضاء على الظاهره، ولكن الظاهره موجوده وستستمر ان شاء الله في الفترات اللي جايه. ما حدث إنجاز. صحيح. ان شاء الله الفترات اللي جايه كمان او السنوات اللي جايه يعني نشوف اختفاء تام لظاهره الدروس الخصوصيه، وتكون القرارات دي كمان تنعكس كده على جوده التعليم، ونشوف ان شاء الله منتج تعليمي افضل بسبب هذه القرارات الاخيره المتعلقه بنظام الثانويه العامه. بشكرك شكرا جزيلا الكاتب الصحفي الاستاذ ايمن صقر، مسؤول ملف التعليم بوكاله انباء الشرق الاوسط. صباح الخير على حضرتك.